السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الاكل الطازج مع الاكل المطبوخ، ملي كلوا الناس الطبيخ ديال الطاجين اللي طيب على 100 درجة لمدة طويلة، كيلاحظوا على ان الامتصاص كيكون جيد. الناس اللي دابا في الجبال واللي في المناطق النائية في المغرب ما عندهمش انيميا، ما عندهمش هشاشة العظام. علاش؟ لان الطبخ ديالهم هذاك الشيء البسيط اللي كياكلوا كيتمتص. علاش؟ ما عندهمش كابحات الهضم. نعم. دوك اللي كيحبسوا الهضم اللي غنرجعوا نمشكوا في المدينة، الاكل اللي كاين في المدينة هو اكل لا يمكن اصحابه يهضموا. علاش؟ نعطيك مثال، البطاطس بسيطة، هي البطاطس كلشي كياكلها. البطاطس ملي كنطيبوها في المرقة تؤكل لأنها نشويات، عليا خضرة جيدة ياكلوها الناس، ما كاينش مشكل. فيها شوية السولانين ولكن ليس هناك أي مشكل. وتكال في الموسم ديالها، تكال في شهر 4 5 6 7، ما تأكلش من غير هذا الموسم. لما هاد البطاطس يعني هاد البطاطس ملي كنشوها في الزيت، كنقليوها في الزيت، كيتكولوا فيها الميلانويدات والبيروكسيدات والاكريل اميد. الاكريل اميد منين كيجي؟ كيجي من النشا، من لاميدون، ملي كنسخنوا النشا ل 250 درجه كيتكون هذا الاكريل اميد. كاين غير في ثلاثه المكونات الاكريل اميد، كاين في البطاطس، في هذا المشويه الفريت كنسميو لي فريت، وكاين في لي شيبس، وكاين في البوب كورن، هذيك الذره المشويه اللي كيقليوها في الازقه. هذيك هادو، هذه الاكريل اميد. علاش؟ لان الاميدون النشا ستارتش، هذا النشا ملي كيتسخن على 250 درجه كيعطي الاكريل اميد. يعني ها هي البطاطس الا غير طبختيها جيد ولكن الا شويتيها في الزيت ما كتهضمش. ماشي ما كتهضمش، ما كتهضمش وما كتخليش داكشي اللي كلتي معاها يتهضم. يعني نفس الشيء لحوم، مثلا لحم اذا طبخناه بالمرق، طبخ عربي مغربي، اذا طبخناه بالمرق نستفيد منه. كاين البروتينات الدائبه اللي غتمشي مع المرق، غنغمسوا هذاك الشيء غناكلوه بالخبز، وكاين البروتينات الاخرى اللي غتبقى في اللحم. الى اللحم شويناه على شكل ستيك ولا بيفتيك في المقله في الزيت، الى شوينا هذاك اللحم غادي ياخذ البيروكسيدات، هذا اللحم غادي ياخذ بيروكسيدات ديال الزيت، ديال الزيت، وهذيك الشحمه ديالو حتى هي غادا تاكسد، الشحمه اللي فيه تتاكسد هذا اللحم هذا، وما غاديش هذوك لي بون دي سولفير الطراوه ديالو ما غاديش يكون، ما غاديش يطيب مزيان، ما غاديش يكون رطب، غادي يهرى، غادي يبقى شاد، معنى البيبسين ما غاداش تقبض فيه مزيان جيد. يعني غير ها هو، غير هو نيت نفسه، الماده هي نفسها، الا قليناها ماشي هي اللي طيبناها. هذا اكثر من ذلك، الا اخذنا مثلا الخضر، خضر الا قطعناها رققناها مزيان وسلقناها في الماء لمده 5 دقائق ولا 10، وطحناها في الماء ديالها، في الماء ديالها نستفيد منها 100%. احسن ما نضيعوش هذاك الماء، واحد شويه ديال الماء ديالها ما نضيعوش. الانزيمات غادي يمشيو طبعا، الانزيمات ما غادي يبقاوش، ولكن الفوائد الاخرى مازال. لا اكيد، لا اكيد. الى هاد الخضر دخلناها في اشياء اخرى اللي ولات حديثه، هذه بيتزا، هذه فارسي، هذه معمره، هذه دايره، هذه غادي نضيعوها، غادي تضيع، غادي تضيع. هذا هو المشكل. الا خدينا هذيك الخضره او كيديروها غطا، النساء كيسلقوا الخضره، كيرميو هذاك الماء وكيقطعوها ويعملوها سلطات، كيستافدوا منها. لا نستفيد منها الا الالياف الخشبيه. الالياف الخشبيه هي جيده للجسم. لماذا؟ لان اولا هذوك السلطات خاص تكون اشياء طازجه باش تساعد على الهضم. معنى طازجه انها غتجيب الانزيمات. علاش كناخذوها قبل الاكل؟ كناخذوها قبل الاكل لان فيها الانزيمات باش تساعدنا على الهضم، منهم الخس، منهم الخيار، منهم الفقوس، هادو كيتكالو طازج الفجل، منهم اشياء هذه اللي كتكال قبل الاكل. وقبل تتكون حتى البطاطا الحلوه، حتى البطاطا الحلوه تتكون قبل الاكل هي جيد. لما هاد الاشياء كنسلقها ونرميو هذاك الماء وناخذوها ونقطعوها عاد ناكلوها، ما فيهاش الانزيمات، ما كتصلحش تكون حتى في كنسموها اونطري، ناكلوها وصافي. لا ما كتسمحش تكون قبل الاكل، خصنا نخضروا بها اللحمه، نخضروا بها افضل. فالاشياء اللي كتساعد على الهضم اللي بغاو النساء يعملوها سلطات. حنا كنقولوا في المغرب سلاط، يلا سلاط راه واحد العشب واحد. فاللي كنسميو حنا هاد القضيه ديال الهضيمات اللي كناخذوها قبل الاكل، قبل الوجبه، لازم تكون طازجة. يعملوا فيها بصل، خيار، فقوس، يعملوا فيها بطاطا الحلوه، او حتى فواكه، فيها خص، يعملوا فيها كل انا حتى فواكه. نعم حتى الفواكه، فواكه فيها 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 هذا. وعليهم بعض الفواصل الدمويه لا تحتاج هضيمات، بحال الفصيل الدموي او ما كيحتاجش هضيمات، هذا ياكل اللحم ما كاينش مشكل.
الفصيل الدموي ا محتاج للهضيمات، كيحتاج للهضيمات هذا لان المعده ديالو فيها بيبسين قليل جدا. ومن الاحسن ياخذ عصير ليمو، عصير برتقال، لانه حامض، ديك الحموضه ديال المعده غادي يزيد فيها شويه مع على الاكل ولا بعد الاكل. لان هذوك لي سالاد فروي مع الاسف الشديد الناس كياكلوهم بعد الاكل وما خصهم يتكالوا قبل يعني عاده سيئه قبل الاكل. نعم. وهذا الناشئه ديالنا هاد الاطفال في هاد الاعمار ديال 14 و16 كيكونوا في الكوليج. نعم. وكيبغيو يتعطاو الرياضات، كيبغيو يتحركوا. الاطفال اللي كيمارسوا الرياضات اي رياضه من الاحسن ما ياكلوش المواد الصناعيه. نعم. لان الجسم اللي كيمارس الرياضه ما خصوش يتسمم، ما خصوش تاخذ تسممات. الا كانوا الاكل ديالهم طبيعي ما يحتاجوش ياخذوا هذوك المقويات، حيت بعض الاطفال كيمشيو يشريو اشياء يزيدوها، كيبقاو يكذبوا عليهم يقول لهم هذه فيها البروتين، هذه فيها هذه، هذا كذب. الا اكلوا قطاني وسمك واكلوا فواكه جافه وخضر وفواكه طريه كذلك وشعير وقمح ورز وهذاك ما يحتاجوش يعني مقويات وما يحتاجوش هذه الاشياء. يعني من الاحسن الاطفال لهذ الاعمار هذه حتى اللي صغر منهم ولا حتى اللي كبر منهم يتجنبوا المواد الصناعيه والاكل في الشوارع. هادو يمشي للكوليج ان شاء الله، يمشي للثانويه ديالو. ثم الاكثريه كياكلوا في الشارع، يدي معاه تفاحه، يدي معاه برتقاله، ياخذ معاه تمر، ياخذ معاه شريحه، ياخذ معاه زبيب، ياخذ معاه ان شاء الله، ان شاء الله ياخذ حتى حمص، ماشي مشكل. غير يتجنبوا ما امكن الاكل في الشوارع، يتجنبوا ما امكن الاكل في الشوارع، لان عنده واحد المشكل ديال الذكاء. الاطفال ديالنا ولاو معصبين، ولاو كثير الحركه، ولاو مابقاوش كيركزوا. وهذا راه من الاكل يعني كيف ما كان الحال سرعه الحياه. المطاعم اللي كتعمل داك الوجبات السريعه يكون الاكل ديالهم طبيعي والطبخ ديالهم يكون زيت الزيتون، يكثروا من الاسماك والفواكه الجافه. هادو جيد للاطفال. التبخار احنا تكلمنا على التبخار احسن من السليق. نعم. السليق هو الشيء هذا المقلى، هذا الشيء اللي كيقليه. هاد الطريقه ديال القلي مع الطريقه ديال السليق هي أسوأ طرق للاستفاده من هاد المواد الغذائيه الطازجه اللي كان خضر. هي الخضر اللي كنتكلموا عليه. الناس الى سلقوا الناس اللحم يكون احسن. اللحم الا تسلق جيد لان او تبخر. نعم. ولا لا تبخار للحم يعني الناس بخروا الخضر ماشي مشكل، ولكن الا بخروا الناس اللحم كيولي احسن، لاش انا كينقصوا منه هذاك الدسم. ولكن واحد الاشاره دكتور، كينقصوا اشياء كثيره ماشي امال. الطفله ذكرت بان كتعمل كل او الوالده ديالها كما على ما اظن يعني كتطبخ اكيد كتعمل كل خضره في بلاستيكه. لا عاد كتبخرها. لا لما تبخرش في البلاستيك، الا تبخرت في البلاستيك كتولي سامه، لان هذوك المشكل غادي يولي ديوكسين. عندنا مشكل ديوكسين والبلاستيك عاد المواد اللي غادي تجي من المواد اللي غادي تكون اللي هي الديوكسين هذه غادي تكون اثناء التبخار. والمواد اللي غادي تجي مباشره من البلاستيك هي البيسفينول بي او بي، هذا البيسفينول ولا الفطاليك ولا الحمض الفطاليك. لكن هذا البلاستيك اللي كيعملوا منه اكياس ولا اللي كيلفوا فيه ما يكونش فيه فطاليك بزاف، ولكن فيه البيسفينول. والديوكسينات طبعا ملي كنسخنوا البلاستيك كيكونوا الديوكسينات. من الاحسن ما يبخروش الناس في البلاستيك، يبخروا في الاينوكس ولا يبخروا في النحاس ولا يبخروا. واحد الوقت كان عندنا كسكاس ديال الطين، مازال كسكاس ديال الطين، وكاين كسكاس الان ديال النبات، كاين ديال الدوم الان ديال القصب وديال الدوم. كاين عندنا كسكاس ديال الدوم هو احسن ما كاين. والناس ما بقاوش كيشريو الطبق ديال الخبز، ما بقاوش كيشريو القصريه ديال الطين، ما بقاوش كيشريو القصعه ديال العود، ما بقاوش كيشريو اواني النحاس. هذه راه حضاره، راه ماشي تخلف، راه حضاره هذه المسائل هذه وصحيه. نعم. لان الان الغرب ما يقدرش يصنع القصعه ديال الخشب، لا يقدر ان يصنع هذه الاشياء، لا يقدر عليها، لا يقدر عليها. ما علينا احنا هذه الاشياء هذه خاصها تكون في القيم ديالنا وخاصها تكون في الحضاره. مازال في الاسواق غير هي ما كاينش واحد الاقبال. وهي ليس هناك اواني بدون ضرر الا القصعه ديال الخشب.